ريال مدريد كمان عندهم اصابات، يعني انا جايب حتى الاصابات بتاعت ريال مدريد كلها. وبكره المفروض ريال مدريد هيسافر الى المغرب وهنعرف القايمه بتاعتهم، لكن عندهم قايمه من الاصابات. يعني عندهم اهو كورتوا النهارده حارس المرمى اتعور، كريم بنزيما مهاجم الفريق الاساسي طبعا ونجم الفريق مصاب، بس في كلام ان هو ممكن يلعب جزء من مباراه الاهلي. ميليتاو برضو المدافع البرازيلي مصاب، برضو في كلام ان هو ممكن يلحق جزء من الماتش الاهلي. مندي الباك ليفت الفرنسي في ريال مدريد متعور. ايدن هازارد احنا شفناه طبعا كلنا في كاس العالم مع بلجيكا مش في مستواه، وبرضو متعور عنده اصابه وما بيلعبش السنه دي خالص، يعني مع فريق ريال مدريد مشاركته قليله جدا. لوكاس فاسكيز كمان الباك رايت او الظهير الايمن اللاعب الاسباني في ريال مدريد، برضو كل القايمه اللي انتوا شايفينها دول كلهم مصابين. طيب ايه بقى الفريق المرشح او التشكيل المرشح بالنسبه لريال مدريد؟ انا معايا اهو التشكيل ريال مدريد المرشح ان هو يلعب ضد النادي الاهلي يوم الاربعاء في حاله الغيابات اللي انا قلت لكم عليها دي ما لعبتش. وهنعرف طبعا القايمه بتاعت ريال مدريد بكره قبل ما يسافروا الى المغرب عشان نعرف مين من اللعيبه المصابه دول مش هيلعبوا المباراه القادمه. التشكيل بتاع ريال مدريد دلوقتي اللي بيلعب بيه كارلو انشيلوتي، بيلعب بلونين حارس المرمى وده اوكراني الحارس البديل لكورتوا اسمه لونين، ده حارس اوكراني. ناتشو طبعا عارفين ناتشو الاسباني. روديجر لاعب المدافع في فريق ريال مدريد الماني، روديجر الماني. ديفيد ألابا طبعا النمساوي ناحيه الشمال، كارفاخال ناحيه اليمين هو الظهير الايمن الاساسي. في نص الملعب لوكا مودريتش وسيبايوس، ولوكا مودريتش طبعا كرواتي وسيبايوس اللاعب الاسباني، وتشاوميني تشاوميني اللاعب الفرنسي، ده الثلاثه اللي في نص الملعب. والثلاثي الهجومي بالنسبه لريال مدريد فينيسيوس جونيور طبعا اللاعب البرازيلي ناحيه الشمال الجناح، دي اخطر جبهه في فريق ريال مدريد في الفتره الحاليه. رودريجو المهاجم البرازيلي، وماركو اسينسيو طبعا الجناح الايمن بالنسبه لفريق ريال مدريد. عايز تقفل على ريال مدريد امسك لوكا مودريتش، العقل المفكر بالنسبه لفريق ريال مدريد هو اللي بيلعبهم كوره، وهو اللي بيتحكم في رتم الماتش، وهو بيتحكم في رتم اداء فريق ريال مدريد. واقفل الجنب اليمين، ان عندهم الجنب سوري الجنب الشمال، يعني الجنب اليمين بتاعنا، اقفل الجنب الشمال بتاع ريال مدريد اللي هو ديفيد ألابا قوي جدا وشويط وعنده سرعات وقوي، لعيب قوي ديفيد ألابا كلنا عارفينه طبعا، وكان بيلعب في بايرن ميونخ قبل كده. والراجل بقى اللي هو فينيسيوس جونيور اللعيب الحريف السريع الجناح اللي بيعرف يجيب جون وايضا بيعرف يعمل اسيست بشكل كويس جدا، هيبقى ناحيه اليمين ليها دور كبير جدا، خصوصا محمد هاني ناحيه اليمين هيمسك محمد هاني، والمساكين بقى اللي هيلعبوا ورا محمد هاني سواء متولي او محمد عبد المنعم اللي هيكون مايل ناحيه اليمين، مين اللي هيجي في نص الملعب عشان يقفل ناحيه اليمين مع محمد هاني؟ هل ممكن يبقى حمدي فتحي يلعب ناحيه اليمين يقرب عشان يقفل؟ دي الجبهه الرخمه بتاعت او الجامده بتاعت ريال مدريد اللي هي ناحيه الشمال بتاعت ريال مدريد، اليمين بتاعت النادي الاهلي. فريق ريال مدريد بدون كريم بنزيما وبينقص كتير جدا او بيقل كتير جدا، فعندهم لوكا مودريتش يتمسك كويس بقى اسمه ايه ده اليو ديانج بقى يلعب عليه يقرب منه يخش فيه جامد شويه يخوفه شويه، ان لوكا مودريتش هو المحرك بتاع الفرقه، هو اللي بيبصم على كل كوره، هو الراجل اللي بيحط الكوره تحت رجليه في فريق ريال مدريد، وزي ما قلت لكم الجبهه الشمال. فده التشكيل المتوقع لفريق ريال مدريد في مباراه الاهلي، وزي ما قلت لكم خسروا النهارده من ريال مايوركا فالحاله النفسيه سيئه جدا. لكن خلي بالكم هقول لكم حاجه، هم برضو هناك كفريق كبير زي ريال مدريد عشان ما برضو ما بنتكلم بشكل واقعي بيفصلوا بيطلعوا من الماتش، حتى لو خسروا الماتش خلاص بينسوا المباراه وبيبصوا للمباراه الثانيه، خصوصا ان دي بطوله جديده للريال مدريد، يعني ماتشين يكسب البطوله وهو بطل اوروبا، فبيبقى عندهم تركيز جامد، فهم خلي بالكم هيركزوا جامد جدا للنادي الاهلي. ومش معنى ان انا بقول هم اتغلبوا النهارده، لا، هي الاوضاع سيئه في ريال مدريد في الفتره دي والمعنويات قليله، لكن هم طبعا كفريق كبير ولاعيبه محترفه ولاعيبه جامده جدا لعيبه عالميه بيعرفوا يفصلوا وبيعرفوا يخرجوا نفسهم من هزيمه النهارده وبيعرفوا يجهزوا نفسهم لبطوله جديده امام النادي الاهلي في كاس العالم للانديه. فبرضه يعني الكلام اللي انا بقوله ده مش بقول ان ريال مدريد سهلين، لا، ده فرقه جامده جدا وفرقه صعبه جدا، وخلي بالكم
يعني الواحد حاسس ان الاهلي هيعمل حاجه كويسه، لكن لما تتكلم كوره وتتكلم ارقام وتتكلم تاريخ، لا ريال مدريد يعني نسبه فوز ريال مدريد على الاهلي 70 ل 30، عشان نبقى برضو عشان ايه الناس ما تتصدمش لو حصل حاجه لا قدر الله والاهلي خسر او حاجه، الناس ما تتصدمش. ده الطبيعي ان ريال مدريد يكسب الاهلي، لكن احنا عندنا حلم احنا كمصريين، واكيد الناس الاهلاويه، انا طبعا زملكاوي بس بشجع الاهلي زي ما قلت لكم في كاس العالم للانديه، ف عندنا حلم، عايزين الاهلي ليه ما يتقالش ان الاهلي بطل مصر وبطل افريقيا، يكسب ريال مدريد ويوصل لنهائي. خلي بالكوا الاهلي لو كسب ريال مدريد هياخد البطوله، ان مفيش حد اقوى من ريال مدريد في الفتره الحاليه في البطوله بتاعت كاس العالم للانديه. يعني الناحيه الثانيه عندنا الهلال السعودي طبعا فريق محترم وفريق كبير بطل اسيا وبطل السعوديه، وعندنا فريق فلامينجو البرازيلي بطل امريكا الجنوبيه، بس تخطي ريال مدريد نفسه انجاز وتاريخ، فليه ليه ما نحلمش؟ وكره القدم علمتنا خصوصا في كاس العالم الاخيره ان مفيش مستحيل في كره القدم. السعوديه كسبت الارجنتين، تونس كسبت فرنسا، البرازيل اتغلبت من الكاميرون، منتخب المغرب وصل لربع العالم، والنادي الاهلي عنده لعيبه كويسه وعنده فرقه متجانسه وعنده فرقه ما شاء الله، مش عايزين نقر عليهم ولا نحسدهم، ما خسروش ولا مباراه السنه دي في كل البطولات، كسب في الدوري الماتشات كلها وتعادل في ماتشين ثلاثه، متصدر الدوري، وصل لنهائي كاس مصر بعد ما قدر يتخطى الزمالك وسموحه، كمان كسب كاس السوبر المصري، كسب الزمالك في الامارات، ايه تاني الاهلي، دوري ابطال افريقيا تخطى الدورين اللي في الدور التمهيدي الاول والدور التمهيدي الثاني او دور واحد اعتقد الاهلي، كسب الاتحاد المنستيري وراح لدوري المجموعات مشي بشكل كويس جدا، فكل الامور ماشيه بشكل كويس. الاهلي كمان عنده حافز كبير جدا جدا في الفتره الحاليه، زي ما قلت لكم جمهور المغرب النهارده سمعت او قريت كده اخبار ان جمهور الوداد هيروح يشجع النادي الاهلي ضد ريال مدريد، بجانب الجمهور المصري والجمهور الاهلي اللي هيسافر من القاهره الى المغرب، والجماهير المصريه اللي عايشه في اوروبا، خلي بالكم المغرب قريبه من اسبانيا، فاوروبا قريبه من المغرب، فهتلاقي جماهير كتيره جدا من اوروبا مصريه واهلاويه رايحين يشجعوا الاهلي، فهيبقى المسانده كلها للنادي الاهلي، والاهلي زي ما قلت لكم ما تستقلوش بلاعيبته وتعملوا مقارنات مع ريال مدريد، الاهلي كفريق فريق قوي فريق محترم وواخد البطوله بشكل تدريجي، كسب اوكلاند سيتي اللي هو اقل مستوى، وبعدين لعب فريق سياتل فريق رخم، سياتل ساوندرز رخم مش يعني وحش، لا رخم بلغه الكوره يعني فريق رخم في الملعب صعب مش سهل وبيجري كتير، لكن الاهلي قدر يتفوق في الشوط الثاني ويكسب المباراه، فعندنا حلم ليه لا ما يحصلش، بس لو ما حصلش خلاص ده ريال مدريد يعني مش هنزعل او مش هنتصدم، بس ان شاء الله الاهلي هيعمل ماتش كويس باذن الله، وانا متاكد من كده، وهيعافر مع ريال مدريد، هيبقى ماتش صعب جدا، ويا رب يا رب يعني الاهلي يقدر يعمل حاجه ان شاء الله ايجابيه باذن الله في المباراه، يعمل نتيجه ايجابيه.